اذا مقطعنا السابع وهو الاخير في هذه المقاطع البرنامج العملي والتطبيقي اول فقره من فقرات هذا البرنامج حدثتكم عنها العتره الطاهره صلوات الله عليها جعلت القران قاعده المعلومات الاولى والرئيسه انني اتحدث عن علمنا الديني حقائق الدين اذا ما ترددنا فيها فاننا نعرضها على قاعده المعلومات هذه هذه فقره اساسيه في البرنامج العملي والتطبيقي لهندسه العتره لحفظ الدين تتذكرون وانا احدثكم في اجواء حديث الثقلين ضربت لكم مثالا من ان القران يمثل مركز القيادة ومن أن الأحاديث تمثل الجيوش التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمركز القيادة هذه مر هذا الكلام علينا هذه حقيقة من حقائق دين العتره الطاهره ولا نستطيع ان نتصور دين العتره الطاهره من دون هذه الحقيقه القران قاعده المعلومات الاولى والرئيسه وقد بين لنا القران من انه تبيان لكل شيء ومن انه يهدي للتي هي اقوم فالقرآن هو الذي يميز لنا يهدي للتي هي اقوم وهو تبيان لكل شيء لكننا اذا رجعنا اليه فإننا لا نستطيع ان نتعامل معه بنحو مباشر وهذا ما بينه لنا القران نفسه حين قال وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم قالوا لنا ان نستنطق هذا القران ولكنه لن ينطق وانما ينطق عنه الرجال ينطق عنه الراسخون في العلم هذه البيانات مرت علينا ولا اريد ان اذهب في تفاصيلها كثيرا لانني قد حدثتكم عن طواياها فيما سلف من الحلقات وانما اذهب الى الفقره الثانيه وهي فقره قرانيه ايضا الفقرة الأولى القرآن قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة الفقرة الثانية القرآن بينها لنا والعترة بينتها أيضا بينتها من خلال تفسيرها لقرآنها ومن خلال بيان حقائق معارفها الفقره الثانيه عدم اعتماد الظنون ديننا لا يبنى على المنامات والاحلام ولا يبنى على المكاشفات والمشاهدات الصوفيه ولا يبنى على القناعات الشخصيه التي تنشا من خلال تجربه ومعاناه شخصيه ديننا لا يبنى على الظنون والاحتمالات والاوهام والخيالات ديننا يبنى على العلم اتحدث عن العلم الديني ديننا يبنى على الحقائق ومن هنا فان الفقره الثانيه في برنامج العتره في هندسه العتره لحفظ الدين عدم اعتماد الظنون لاننا اذا اعتمدنا الظنون ضاع ديننا وهذا هو الذي حدث في هذه الامه الضائعه فطائفه اعتمدت المنامات والمكاشفات وطائفه اعتمدت على قناعاتها الشخصية وعلى الأعراف المجتمعية المتوارثة، وطائفة ذهبت في خيالاتها إلى أبعد ما يمكن أن يكون مثل ما فعلت الفرق الباطنية، وطائفة بنت دينها على الظنون والاحتمالات مثل ما فعلت سقيفة بني ساعده وتبعتها في هذا سقيفه بني طوسي وهكذا ضاعت هذه الامه وتمزقت اشلاء عدم اعتماد الظنون في سوره يونس وفي الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة ومر الكلام بخصوصها لكنني لا أستطيع أن أتناول هذه العناوين من دون أن أمر على هذه الآيات وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون القاعده واضحه ان الظن لا يغني من الحق شيئا القران يؤكد المعنى في سوره النجم في الايه الثالثة والعشرين بعد البسملة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الهدى لا هو في الظنون ولا هو في الأهواء ولا هو في تلك الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الهدى في القرآن المفسر بتفسير العترة بحسب حديث الثقلين وبحسب بيعة الغدير والهدى في حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بحسب بيعه الغدير هذا علي يفهمكم بعدي عجيب امر هذه الامه هذه الأمة تتحدث عن الحضارة البشرية وكيف تطور الإنسان، وتلك حقيقة أننا نعيشها، الحضارة البشرية تتسامى قطعا بحدودها والمدنية المتقدمة تهيمن على العالم التجارب الناجحة والفاشلة مرت في تاريخ البشرية ووصلت البشرية إلى حقيقة من أن البلاد لا بد ان توضع لها الدساتير وبعد ذلك تتفرع القوانين عن تلك الدساتير ولذا فان القوانين لا بد ان تاتي منسجمه مع الدساتير وهناك المحكمه العليا التي تكون مفسرة للقوانين وللدستور فحينما يحدث الاختلاف والخلاف فيما يرتبط بشؤون الدستور وشؤون القوانين لا بد من جهة مفسرة وهذه الجهه المفسره لا بد ان تكون حيه لا ان نعود الى الاموات لا بد من وجود جهه حيه هناك اشخاص احياء ولا بد ان ينظروا في الامر بانفسهم وبعد ذلك يصدرون قرارهم يصدرون قرارهم في تفسير الدساتير والقوانين هذا امر وصلت اليه البشريه بعد معاناه طويله وبعد التجارب الفاشله والتجارب الناجحه ولا يوجد احد على وجه الارض يجد عيبا في هذا حتى في الدول التي لا دساتير فيها وإنما تحكم بحكم عسكري دكتاتوري انهم لا يعترضون على مثل هذا ويحاولون أن ينشئوا شيئا شبيها في بلدانهم لمثل هذا لذر الرماد في العيون كما يقولون الجميع يجدون الصواب في هذا الذي وصلت اليه البشريه ما هو هذا الذي يتحدث عنه حديث الثقلين وهذا هو الذي تتحدث عنه بيعه الغدير وهذا هو الذي يتحدث عنه القرآن نفسه القرآن نفسه في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران تحكي لنا الحكاية الكاملة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هذا هو الدستور طريقة نظمه جاءت بهذا الأسلوب فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا يقع في الأمة ووقع فيها وما بلاء الأمة إلا من هذا وأمثاله فما هو الحل إذن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم المرجعيه في فهم الدستور وفهم القوانين هنا الله لا نستطيع ان نتواصل معه اذن لا بد من وجود جهه حيه نتواصل معها وهذا ادل دليل على وجود امام زماننا قد يقول قائل انه غائب هذه الغيبه حاله استثنائيه مرد الأمر سيكون إلى ظهوره الشريف، وحديثنا عن هندسة العترة لحفظ الدين لن يتحقق إلا بوجوده الذي ننتفع به مثلما بين لنا هو صلوات الله عليه. ننتفع بوجوده مثلما ننتفع بالشمس إذا. ما غيبها السحاب وجللها السحاب وكل هذا مر علينا في الحلقات المتقدمه اعود الى سوره النجم والى الايه الثالثه والعشرين بعد البسملة ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس والهدى ليس هنا ولقد جاءهم من ربهم الهدى سبحانه وتعالى ما أرجعنا إلى الظنون والأهواء لقد وضع لنا برنامج الهداية الكامل لكن الأمة هي التي هجرت برنامج الهداية وذهبت إلى الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان وذهبت إلى ظنونها وأهوائها وفي سورة نفسها في سورة النجم في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة وما بعدها وما لهم به من علم إذا ما الذي عندهم؟ وما لهم به من علم ليس عندهم من علم إذا ما الذي عندهم؟ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا هؤلاء الذين يتبعون الظنون قد اعرضوا عن ذكرنا فأعرض عنهم فأعرض عمن عن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا هذه القاعدة واضحة وان الظن لا يغني من الحق شيئا ديننا دين العلم لا علاقة له بالظنون ولذا فاننا نمتلك مصادر العلم اتحدث عن العلم الديني اننا نمتلك القرآن المفسرة بتفسير الراسخين في العلم وإننا نمتلك قواعد التفهيم من الراسخين في العلم مع منظومة حديثية هائلة جدا بعضها اليسير يكفينا وانما هي تفيض وتفيض وتفيض. هناك كلمه لاشهر خطباء التاريخ من العرب انه ابن نباته المصري من اشهر خطباء العرب ومن اكثرهم بلاغة ووضوحا وبيانا حينما سألوه فقالوا له كيف اصبحت هكذا يا ابن نباتة؟ قال اني لأحفظ سبعين من خطب الانزع البطين وانها فاضت وفاضت وفاضت كلمه دقيقه من ابن نباته البعض اليسير من منظومه حديث العتره مع قرانهم المفسر بتفسيرهم سيفيض العلم وستكون المعارف طوفانا في العقول وفي القلوب والارواح والضمائر والذي يريد ان يجرب فليجرب نحن نتحدث عن برنامج عملي تطبيقي اذن قراننا قاعده المعلومات الاولى والرئيسه هذا اولا وثانيا عدم اعتماد الظنون مطلقا وثالثا انها سوره الحجرات الايه السادسه بعد البسمله الفقره الثالثه عدم اعتماد السند مطلقا لا نبالي بناقل الخبر لا نبالي براوي الحديث لا نبالي بالذين يقال لهم الرجال في هذا العلم الشيطاني الذي يقال له علم الرجال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا فاسق بتقييم من الله وليس بتقييم من البشر فاسق حقيقي لو جاءكم لا تردوا خبره تبينوا عودوا الى قاعده المعلومات وتفاريعها تفاريع قاعده المعلومات احاديث العتره فاذا اردنا ان نتبين حقائق الدين لا شان لنا بالاسانيد هذه لعبة شيطانية وسخة وبها استطاع الشيطان عبر علماء الدين من السنة والشيعة أن يدمروا القرآن وأن يدمروا دين محمد صلى الله عليه وآله كل جهة بحسبها فسقيفة بني ساعدة لها أجواؤها وضلالها وسقيفة بني طوس لها أجواؤها وضلالها هذه هندسة العترة لحفظ الدين القرآن قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة عدم اعتماد الظنون مطلقاً عدم اعتماد الأسانيد مطلقاً لاننا نبحث عن العلم معرفتنا بالراوي لن تقودنا الى العلم ستقودنا الى الظنون وبعد ذلك يضحك الشيطان علينا ويقول لنا هذه ظنون جعلها الشارع حجه مثلما يفعلون في علم اصول الفقه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا لا شان لكم به تبينوا عودوا الى قاعده المعلومات فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالته عليكم ان تصيبوا القوم بعلمه خبر الفاسق اذن يقود الى العلم اذا ما تبينا حقيقته. فلا معنى للاخبار المتواتره وللاخبار الاحاد، لا معنى لعلم الحديث ولا معنى لعلم الرجال ولا معنى لعلم الكلام ولا معنى لعلم اصول الفقه، لان العلوم هذه تبتني على نظريات تتعارض بدرجه كامله مع منطق القران هذا. فالقران يتحدث عن فاسق حقيقي بحكم الله سبحانه وتعالى ويقول لنا لا تردوا خبره لا شأن لكم بهذا الفاسق تبينوا عودوا الى قاعده المعلومات وقاعده المعلومات بين ايدينا وبينت لنا كيف نتعامل معها وكيف نفهمها المحكمه العليا موجوده وتفسيرها موجود وكل شيء بين اظهرنا وبين ايدينا فالى اين نحن ذاهبون لماذا نتردد في غينا وضلالنا بعيدا عن منابع الهدى هذه وهي واضحه وصريحه مثل ما قالوا لنا والله لأمرنا أبين من هذه الشمس ما هي هذه الشمس واضحة فلماذا نتسكع في الظلام ولماذا نتردد في الضلال ولماذا نحن غاطسون في المياه الآسنة لتلك العيون الكدرة القذرة في الوقت الذي أمام أعيننا العيون الصافية الفوارة الهمارة بأطهر ماء وأعذب زلال إنها عيون العطرة الطاهرة فإلى أين أنتم ذاهبون ولماذا في تيهكم سادرون وإلى متى هكذا أنتم باقون؟ ألا من حر كما يقول سيد الشهداء ألا من حر يدع هذه اللماضة لأهلها ويعود إلى أحضان العترة الطاهرة كي يعرف حقائق دينه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اذا اصبناهم بعلم فاننا سنكون مسرورين. المطلوب منا ان نصل الى العلم لا ان نصل الى الراوي الموثوق لا شان لنا به لاننا حتى لو وصلنا الى الراوي الموثوق فان كلام الراوي الموثوق بما هو موثوق لا يكسبنا علما يبقى كلامه بين الصواب والخطا غايه الامر ان النفوس تميل الى تصديق الموثوق لكن بحكم العقل وبحكم العلم وبحكم المنطق وبحكم الواقع وبحكم التجارب فان الموثوق يكذب ايضا ويشتبه ايضا ويخطئ ايضا ويجهل ايضا واذا اردنا ان نصل الى حقائق الدين لا يجوز لنا ان نعتمد على اخبار الثقات وانما يجب ان نتحقق من كل الاخبار كي نكون على علم اما الاحاديث التي وردت عن ائمتنا التي توجهنا بان ناخذ من الثقات انهم الثقات الذين وثقهم الائمه لنا الذين يوثقهم الائمه لنا ويقولون لنا خذوا دينكم من هؤلاء فهذا امر مفروغ منه لا حاجه للنقاش فيه لكن القضيه في الذي نحن نقول عنه من انه موثوق أو أن جمعا من الذين نثق بهم يخبروننا بأن فلانا موثوق هذه الحالات علميا وعقليا وواقعيا ومنطقيا وتجريبيا لا يمكن أن نحكم بعلمية أخبار هؤلاء تبقى بين حدي الخطا والصواب بين حدي العلم والجهل فلا بد ان نتبين الحقائق بانفسنا وهذا هو الذي يريده القران منا لقد منعنا عن اعتماد الظنون مطلقا ومنعنا هنا عن اعتماد الاسانيد مطلقا الذين يقضون اعمارهم في البحث في الاسانيد انهم يخالفون منطق القران انهم ذاهبون مع الشيطان الكلام واضح وصريح والقران بين جلي تضحكون على انفسكم حينما تبحثون في الاسانيد يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا هذا التبين لا علاقه له بالاسانيد لان السند واضح هنا وبتقييم من الله فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله المطلوب منا ان نصيبهم بعلم الغايه من البحث في مضمون الخبر ان نصل الى العلم لا ان نصل الى الظن وبعد ذلك نضحك على انفسنا ونقول من ان الظن هذا قد جعله الشارع حجه علينا هذه اكاذيب الشيطان وهذه اضاليل ابليس وهذا هو جهل مراجع الحوزه الطوسيه هكذا ضحك عليهم من الذين سبقوهم وهكذا هم يضحكون على انفسهم وفي الوقت نفسه يضحكون علينا. اعتقد ان الصوره باتت واضحه في البرنامج العملي والتطبيقي القران قاعده المعلومات الاولى والرئيسه لا يجوز اعتماد الظنون مطلقا. لا يجوز اعتماد الاسانيد مطلقا قطعا هذا لا يعني انه يحرم علينا ان نبحث في الاسانيد وانما لا يجوز الاعتماد عليها يمكننا ان نبحث في الاسانيد اذا ما توفرت لدينا معلومات صحيحه عن تلك الاسانيد واعطتنا معطى من المعطيات بمستوى قرينه من القرائن يمكننا ان نستفيد منها في التبين من صحه الخبر لا باس بذلك لكننا لا نعتمدها ولا نعتقد ان القران قد اوصى بها انما هي قضيه جانبيه ونحن نبحث ونتبين اذا توفرت معلومات صحيحه وان يكون هذا لا توجد معلومات صحيحه عن الاسانيد لان الذي قد اثبتوه في كتب الرجال هو نفسه بحاجه الى اسانيد لا سند له فعلى اي اساس سنعتمد هذا الكلام ولذا فإن القرآن أعطانا الحل من الآخر من آخر الأمر فقال لنا لا شأن لكم بالأسانيد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا شأن لكم بالأسانيد وإنما تبينوا المتون إذن القرآن قاعده المعلومات الاولى والرئيسه لا يجوز اعتماد الظنون مطلقا ولا يجوز اعتماد الاسانيد مطلقا نذهب الى فاصل رابعا حرمه العمل وفقا لما يقال له الاجتهاد حرمه العمل بالاجتهاد وقد حدثتكم عن هذا الموضوع فيما سلف من الحلقات بالاجمال اقول اذا ما ذهبنا الى سوره هود والى قصه نوح النبي بخصوص غرق ابنه هناك نص في الآية الأربعين بعد البسملة من سورة هود حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل الكلام عند هذا النص واهلك الا من سبق عليه القول ثم غرق ابن نوح وحال بينهما الموج فكان من المغرقين مثل ما جاء في الايه الثالثه والاربعين بعد البسملة من السوره نفسها ثم تاتي الايات ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين فنوح هنا قام بعمليه اجتهاد واضحه اخذ النص واهلك الا من سبق عليه القول فطبقه على ابنه وقيم ابنه تقييما رجاليا وهذا هو الذي فعله نوح النبي وهو شيخ المرسلين نوح اعتمد التقييم الرجالي في تقييم ولده واعتمد التقييم الحسي بينما الرجاليون عندنا يعتمدون التقييم الحدسي والتقييم الحدسي لا قيمه له حتى عند عوام الناس في ابسط الامور لو ذهب رجل لخطبة امرأة فإذا ما سألوا عنه وقيم لهم وعرفوا أن التقييم حدسي لن يقبلوا به لا يقبلوا به هذا أمر شائع بين الناس لكن مراجع النجف وكربلاء يدمرون دين العترة بالتقييم الحدسي للرجال هذا هو الذي يجري على أرض الواقع منذ سنة 448 للهجره حينما اسس الطوسي مذهبه المشؤوم وحوزته المشؤومه في النجف ومنذ ذلك اليوم والى هذه اللحظه وهم يدمرون دين العتره بهذه الاساليب الشيطانيه وهذا القران بين ايديهم لماذا لا يتدبرون في القران؟ لماذا لا يعودون الى احاديث العتره الطاهره لماذا لا يحتكمون الى عقولهم على الاقل لماذا كل شيء ياتون به يخالف العقل يخالف المنطق يتعارض مع الفطره يتعارض مع القران يتعارض مع حديث العتره يقبلون به ويدافعون عنه واذا ما اعترض عليه احد كفروه ولو استطاعوا ان يقتلوه لقتلوه والامه سادره في غيها معهم اخاطب الذين يبحثون عن الحقيقه اليست هذه المطالب وهذه الحقائق هي التي تشاهدونها على ارض الواقع لماذا لا ترتبون اثرا على هذه البيانات الواضحه، لا اتحدث عن بياناتي انا انها بيانات القران فماذا قال الله لعمليه الاجتهاد هذه؟ قال يا نوح انه ليس من اهلك، تطبيقك للنص عليه تطبيق خاطئ لان نوحا طبق هذا النص واهلك الا من سبق عليه القول ثم قيمه تقييما رجاليا من انه على هدى الله قال له يا نوح انه ليس من اهلك تطبيقك للنص عليه تطبيق خاطئ انه عمل غير صالح وتقييمك الرجالي ما هو بتقييم صحيح إنه عمل غير صالح. القرآن وصف ابن نوح بأنه عمل مثلما يصف القرآن الشاهد العادل بأنه عدل، الوصف بالمصدر هو أبلغ من الوصف بصيغة الفاعل. إنه عمل غير صالح. إنه عامل غير صالح هناك وجوه أخرى أنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل الآية لكن الوجه هذا واضح ومشرق بين في الآية فهذا وصف بالمصدر الوصف بالمصدر هو أبلغ وأقوى من الوصف بصيغة الفاعل قال يا نوح انه ليس من اهلك تطبيقك للنص عليه ليس صحيحا تقييمك الرجالي ليس صحيحا انه عامل غير صالح انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم هذا الذي قمت به من تطبيق النص اعتمادا على حجيه الظاهر العرفي هذا ما هو بعلم واعتمادك حتى على التقييم الحسي في التقييم الرجالي هذا ما هو بعلم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أنك قد وقعت في الجهل في عملية الاجتهاد هذا لكنها لم تكن في حقائق الدين وإنما في أمر دنيوي في شأن أسري فماذا قال نوح تنبه لهذا الأمر قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم من أفتى بغير علم أكبه الله على من خريه في نار جهنم هذه الكلمة يرددها علماء الشيعه صحيح انها وردت في منام مشهور عن العلامه الحلي العلامه الحلي بعد وفاته راه ولده فخر المحققين فساله عن حاله فقال يا ولدي لولا كتاب الالفين وهو كتاب كلامي وليس له من قيمة علمية كبيرة لولا كتاب الألفين في إثبات ولاية أمير المؤمنين هذا الكتاب وإبطال خلافة الأول والثاني لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقسمت لقسمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين لماذا؟ لأن الفتاوى كانت عبثا وكانت لعبا منام هو لكنه يطابق الواقع هناك من المنامات ما هو صادق يطابق الواقع حتى لو لم يكن مناما الواقع يشهد بهذا لولا كتاب الالفين وزياره الحسين لقصمت الفتاوى ظهر ابيك نصفين اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم عمليه الاجتهاد جهل في جهل والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين المجتهدون خاسرون المجتهدون عاقبتهم سيئه لانهم يعبثون بدين الله على المجتهدين ان يعتبروا بهذه الايات وبهذه الواقعه، واقعه صريحه عمليه اجتهاد من نبي تشتمل على تطبيق النص اعتمادا على حجيه الظهور العرفي وتعتمد على قواعد التقييم الرجالي الحسي الحسي وانتم يا مجتهدي النجف وكربلاء لا تمتلكون التقييم الحسي، تقييمكم حدسي لا قيمه له. وهنا التقييم حسي لان نوحا يتحدث عن ابنه. فتقييمه حسي ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى ابطل عمليه الاجتهاد هذه فقال له يا نوح انه ليس من اهلك. اعتمادك على حجية الظهور العرفي في تطبيق كلامي على ولدك ليس صحيحا. إنه عمل غير صالح، تقييمك الرجالي وفقا وفقا للمعطيات الحسية ليس صحيحا. هذا ما هو بعلم فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين هذه حدود البرنامج العملي والتطبيقي لهندسه العتره لحفظ الدين تذكروها تذكروها القران قاعده المعلومات الاولى والرئيسه بحسب شرائطه انه القرآن المفسر بتفسير العترة الطاهرة وهذا الامر يحتاج الى بحث طويل ويحتاج الى ممارسة والى دربة كي يتعلم الفقيه والعالم كيف يعرض الحقائق على القرآن وهذا لا يتحقق إلا بعد أن يتعلم تفسير العترة لقرآنها وهذا يحتاج إلى وقت طويل إلى هذا دعوتكم يا حوزة النجف إلى تغيير المناهج وفقاً لمنهج العترة وهندسة العترة لحفظ الدين ولكنكم تحاولون القضاء علي بأية طريقة؟ والى هذه اللحظه وانا عارف بالمؤامرات التي تحاك الان انا مطلع عليها ربما ساشير اليها اجماليا في قادم الحلقات القران قاعده المعلومات الاولى والرئيسه حرمة الاعتماد على الظنون مطلقا مطلقا عدم الاعتماد على الاسانيد مطلقا مطلقا ان نجعلها اساسا لا يجوز هذا الواجب علينا ان نتبين المتون بحسب القرآن حرمة الاجتهاد حرمه الاجتهاد لان الاجتهاد جهل منطق القران والكلام في سوره هود عن نبي من الانبياء اني اعظك ان تكون من الجاهلين فماذا قال نوح النبي بعد ان ندم على اجتهاده هذا قال ربي اني اعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. نذهب إلى فصل. خامسا الفصاحة 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 من دونها لن نستطيع أن نصل إلى حقائق العلم الديني. على سبيل المثال انني اقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الاول انها طبعة دار الاسوه طهران ايران في الصفحه الثالثه والسبعين انه الحديث الثالث عشر بسنده بسند الكليني عن جميل بن دراج عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء فأنتم تتعاملون مع سادة الفصاحة. أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء. المراد من الإعراب هنا ليس أن نعرب كلامهم إعرابا نحويا، هذا أمر مطلوب ومفروغ منه. وإنما يراد من الإعراب هنا تمام مراتب الاعراب الاعراب النحوي مرتبه من هذه المراتب وهناك الاعراب الالقائي الاعراب النحوي هو ان يكون الكلام مشكلا بالحركات بالطريقة الصحيحة أن تكون الحركات الإعرابية منسجمة مع المواضع الإعرابية للكلمات هذا هو الإعراب النحوي ولكن هناك الإعراب الإلقائي إلقاء الرواية حينما نقول راوية حديث راوية الحديث يعرب الحديث اعرابا نحويا ولكن هذا ما هو برواية للحديث هذا جزء من الرواية الجزء الواضح من رواية الحديث هو إلقاء الرواية لأن إلقاء الرواية هو الذي يجعل المتلقي قريبا من معناها وقريبا من مضمونها الالقاء وسيله من وسائل التفهيم مثلما الاعراب النحوي وسيله من وسائل التفهيم حين نشخص الفاعل من المفعول مثلا حين نشخص المبتدا من الخبر مثلا. حين نشخص الموصوف من الصفة مثلا. فالإعراب النحوي يعيننا في بيان المعنى إلى حد من الحدود والإعراب الإلقائي يعين المتلقي. وحتى يعين الملقي ايضا حينما يكون الملقي ملتفتا الى القائه فان الالقاء الصحيح يعينه على ادراك جانب من المعنى وهناك الاعراب البياني الشرح البلاغي الادبي وهذا لا يكفي في فهم النصوص لان نصوص الايات ونصوص الاحاديث تحتاج الى علم بالنصوص الاخرى التي ترتبط بهذا النص او ذاك نحن لسنا امام قصيده شعريه او مقطوعه نثريه كي نبقى منشغلين بحدود ابيات تلك القصيده او بحدود كلمات ذلك المقطع النثري نصوص الايات ونصوص الاحاديث لا يمكن ان نفهمها بمعزل عن بقيه النصوص ولذا فان الاعراب هنا اعراب نحوي واعراب القائي واعراب بلاغي ادبي واعراب نعود به الى الثقلين اعراب ندرك حقائقه من خلال الرجوع الى الثقلين الى الكتاب والعتره لا نستطيع ان نعرب الايات بمعزل عن الايات والاحاديث الاخرى ولا نستطيع ان نعرب الاحاديث بمعزل عن الايات والاحاديث الاخرى التي ترتبط بالمضمون وتشترك بالفحوى فالاعراب هنا ليس اعرابا نحويا الاعراب النحوي هو جزء من هذا الاعراب فهناك الاعراب النحوي وهناك الاعراب الالقائي وهناك الاعراب البلاغي وهناك الاعراب القراني الحديثي حين نعود الى الثقلين اعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء الإمام يشير إلى هذه المضامين وبعد أن كان القرآن قاعدة معلومات أولى ورئيسة يحرم علينا وبنحو مطلق ان نعتمد على الظنون ويحرم علينا ايضا ان نعتمد على الاسانيد في اثبات الحقائق يمكن ان تكون الاسانيد بشروط معينه تشكل قرينه هذا ممكن لكننا لا نعتمد عليها الاعتماد يكون على قاعده المعلومات وبياناتها حرمه العمل بالاجتهاد بطلان عمليه الاجتهاد التي يعمل بها علماء السنه وعلماء الشيعه على حد سواء الفصاحه 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 وياتينا بعد هذا المعاريض أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في بداية الكتاب في الصفحة الثالثة والتسعين ما قبل هذا مقدمة تحقيق هذا هو الحديث الثالث من اول الكتاب بسنده بسند الصدوق عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم الكرخي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول حديث تدريه درايه الحديث بحسب البيانات المتقدمه اعتمادا على قاعده المعلومات الاولى والرئيسه بعيدا عن الظنون بعيدا عن الاسانيد بعيدا عن عمليه الاجتهاد انها الفصاحه والفصاحة والفصاحة إنه الإعراب النحوي والإلقائي والبلاغي والإعراب القرآني الحديثي حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا كل قوم لهم معارضهم لا شأن لنا بمعارض الآخرين المراد من المعارض الأسلوب الخاص بالكلام آل محمد لهم معارضهم علينا أن نعرف معارض كلامهم وهذا لا نستطيع أن نصل إليه إلا عبر المعايشة الطويلة معهم معنوياً ومع حديثهم مادياً لابد أن نعايشهم معنويا أن نعرف مقاماتهم وأن نعرف سيرتهم وأن نطلع على تفاصيل شؤونهم من قرآنهم ومن حديثهم هذا في الأفق المعنوي وأما في الأفق الحسي فلا بد من قراءة حديثهم وحفظ حديثهم ورواية حديثهم ونشر حديثهم والتحقيق في حديثهم الى سائر المطالب الاخرى التي مر الحديث عنها ولو بنحو اجمالي في هذه الحلقه وفي الحلقات المتقدمه. حديث تدريه خير من الف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا حتى يعرف اسلوبنا الخاص ان كان في المصطلحات او كان في المفردات او كان في الكنايات والمجازات والاستعارات او كان في بيان الحقائق او ما كان مرتبطا باحاديث التقيه او احاديث المدارات الى غير ذلك حديث تدريه خير من الف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها هذه المعاني تتعاضد مع بعضها مر علينا من ان الامام الصادق هو الذي يقول اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فانا لا نعد الفقيه منهم فقيها الفقيه هو صاحب الدرايه فاننا لا نعد الفقيه منهم فقيها من هؤلاء الرواه الذين يحسنون الروايه فانا لا نعد الفقيه منهم فقيها قد يكون معدودا فيما بينهم بنظر الشيعه من انه من افقه الفقهاء لكنهم لا يعدونه فقيها حتى يكون محدثا فقيل او يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث كلامهم واحد منطقهم واحد ان كانت الاحاديث من امام واحد او منهم جميعا وهذا الحديث عن الصادق ايضا صلوات الله عليه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وان الكلمه من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها إذا ما معنى حجية الظهور العرفي؟ سقطت هنا حجية الظهور العرفي وهذا الكلام ينسجم مع آيات القرآن التي قرأت ما قرأت منها بخصوص قصة النبي نوح واجتهاده بخصوص ولده الذي أخذه الطوفان أنا لا أنكر أن الظهور العرفي يمكننا أن نعتمد عليه ولكن بحدود الذي عليه عملية الاجتهاد الظهور العرفي صار حاكما على أحاديث أهل البيت وهذا هو الذي أدى إلى تحريف الدين الظهور العرفي وسيله من وسائل الفهم ولكن بشرط ان المعصومه يريد منا ان نستعمله في هذا الموضع او في ذاك ولذا فان المعصومه لم يعتمد الاسلوب العرفي وانما اعتمد اسلوب المعاريض في اسلوب المعاريض اي جعل لكلامهم اسلوبا خاصا في اسلوب المعاريض وهكذا كل قوم يستعملون هذه الطريقه في اسلوب المعاريض هناك مساحه لاعتماد الفهم العرفي الظهور العرفي لكن الظهور العرفي لن يكون حاكما على مساحه كلامهم بكاملها خلاصة القول الظهور العرفي أنا لا أنكره أنا أقر به وأعمل به ولكن بحدود مساحته الذي أعمل به أنني أزعم أنني مطلع على معارض كلامهم من خلال دراستي الطويلة في أجواء حديثهم فانني افهم حديثهم بمعارض كلامهم وليس بالظهور العرفي الظهور العرفي يشكل وسيله جزئيه في المساحه التي يريد المعصوم منا بحسب معارض كلامهم ان نتعامل مع الظهور العرفي هل تتصورون كم سيكون التحريف كبيرا وهائلا حينما نعتمد أسلوبا جزئيا في الفهم وسيلة جزئية نجعل منها وسيلة كلية في الفهم كم سيكون التحريف وكم سيكون التزييف وهذا هو الذي وقع في البداية ألغوا تسعين بالمئة من المعطيات تسعين بالمئة من أحاديث العطرة وضعوها جانبا وألغوا القرآن حينما ألغوا الأحاديث التفسيرية فلا معنى للقرآن لأنهم حينما يفسرون القرآن بحسب المنهج العمري الذي يفسرون به القرآن إنهم يحرفون القرآن القرآن حرف وأخرج من الساحة أكثر من تسعين بالمئة من أحاديث العترة الطاهرة ألغيت حكموا عليها بالإعدام ورجعوا يدققون في الأحاديث المتبقية أيضا يقسمونها إلى حديث صحيح وإلى حسن وموثق وضعيف أكثر من تسعين بالمئة أعدموها وضعوها جانباً وأقل من عشرة بالمئة سلطوا عليها علم الرجال فألغوا الكثير منها أيضا وعطلوا تلك الأحاديث ثم سلطوا الظهور العرفية في فهمها على جميع الأحاديث فماذا بقي من الدين وهذا هو التحريف الكامل وتزييف المطلق هذه هي جريمه المذهب الطوسي بحق دين العتره الطاهره هذه ملامحها الواضحه وحقائقها البينه على ارض الواقع فتحقق بين ايدينا دين مسخ لا علاقه له بدين العتره الطاهره وهذا هو الذي يجعلني أقسم التشيع إلى تشيعين إلى التشيع الطوسي إلى التشيع المرجعي وإلى التشيع للعترة الطاهرة وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج عن طريق الظهور العرفي لا يمكن هذا وإنما عن طريق معارض كلامهم وهكذا نظم القرآن وهكذا نظم الحديث ولذا لا يستغني القرآن عن الحديث عن حديث العترة ولا يستغني حديث العترة عن القرآن مثلما لا يستغني مركز القيادة عن الجيوش ولا تستغني الجيوش عن مركز القيادة وهذا هو منطق حديث الثقلين وهو هو مضمون بيعة الغدير وهذا هو المنهج الذي أدعوكم إلى اتباعه هذا ما هو منهج أبي أو جدي ولا منهجي أنا هذا منهج القرآن والعترة وهذه الحقائق بين أيديكم فاتركوني جانباً وانتم اعملوا بهذا المنهج عندكم مشكله نفسيه معي انتم ما عندكم من مشكله شخصيه معي مشكلتكم معي نفسيه مشكله شخصيه لا توجد فيما بيني وبينكم الموجود فيما بيني وبينكم مشكله نفسيه دعوني لست مهما انا دين العترة هو المهم هذه حقائق دين العترة هذا لا هو بكلامي ولا بكلام أبي أو جدي ولا بكلام أي جهة أخرى هذا كلام العترة هذا لا هو بكلام السنة ولا بكلام الشيعة أتحدث عن الشيعة الطوسيين هذا كلام العترة منطق القرآن ومنطق العتره وهذا ادل دليل على بطلان دين السنه ودين الشيعه فلا يوجد في احاديث السنه ولا في تفاسيرهم هذه الحقائق وكذلك لا يوجد في كتب مراجع الشيعه ولا في تفاسيرهم هذه الحقائق هذه الحقائق التي تنسجم مع المنطق والتي يذعن لها العقل مسلما هذه الحقائق التي تأتي منسجمة مع واقع القرآن ومع واقع أحاديث العترة العقل يقبلها المنطق السليم يقبلها الفطرة تتماهى معها هذا هو دين العترة وهذا أدل دليل على أن الحق لا يوجد إلا في دين العتره ولذلك دائما أستعمل هذا التعبير فقط وفقط وفقط لأن الحق مع العترة يدور معها حيثما دارت هكذا حدثنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه حديث تدريه خير من الف حديث ترويه، فإمامنا الصادق لا يريد منا ان نكون محلا لتطريز النصوص. نحن لسنا وعاء لجمع النصوص. حفظ النصوص امر اساسي وضروري ولا يكون راوية الحديث راويا ما لم يكن حافظا للنصوص بنفس الألفاظ بالمضامين يجب على راوية الحديث أن يكون حافظا للنصوص وإلا لا يكون راوية لكن الإمام الصادق في الوقت نفسه لا يعد الراوية الذي تتراكم النصوص في ذاكرته في حافظته راوية حديث مثل ما هو يريد اذا لم يكن على دراية ولذا فانه يقول حديث تدريه خير من الف حديث ترويه ثم ينقلنا الى درجة اعلى اعلى من الدرايه وهي الفقاهة الفقاهة دراية لكنها في اعلى درجات الدرايه حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه هذه منزلة وأعلى منها ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا ثم يبين مستويات الفقاهة هذه التي تصل إلى هذا الحد وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج. هنا تنتهي حجيه الظهور العرفي. وهنا تنتهي حجيه وحده السياق. وهنا تنتهي حجيه القرائن الحاليه والمقاليه. لا يعني اننا لا ننتفع من وحده السياق. لا يعني اننا لا ننتفع من الظهور العرفي. لا يعني اننا لا ننتفع من القرائن الحاليه والمقاليه، كل هذا ننتفع منه. وكل هذا جزء من اساليب التعبير والتفهيم عند البشر جميعا، عند العرب وغير العرب، هذا موجود في كل اللغات. هناك ظهور عرفي هناك وحدة سياق هناك قرائن حالية ومقالية لكننا لا نجعل هذه العناوين حاكمة على حديثهم الذي يحكم على حديثهم هم من خلال معارض كلامهم ومعارض كلامهم هي التي تحكم على الظهور العرفي وتحكم على وحدة السياق وتحكم على القرائن الحالية والمقالية إذا اعتمدنا هذا الأسلوب فإننا حينئذ نستطيع أن ندرك حقائق الدين وبنحو علمي من القرآن ومن حديث العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل سابعا لحن قولهم قد تقولون ما هو الفارق بين المعاريض ولحن القول يمكنكم ان تعودوا الى برامجي التي تحدثت فيها عن هذه الموضوعات لكنني بالاجمال اقول لكم المعاريض تتناول المفردات اما لحن القول فإنه يتناول كامل الأسلوب يعني أن المعارضة جزء من لحن القول فكل الأسلوب هو لحن القول كل أسلوبهم هو لحن قولهم بجميع معطياته أما المعارض إنها المفردات المميزه على سبيل المثال المصطلحات المصطلحات هي جزء من المعارض بل هي من اهم اجزاء المعارض الرموز الاشارات هناك اشارات هناك رموز هناك مصطلحات هذه معاريض معارض الكلام اما اللحن فهو تمام الاسلوب ومن هنا فان المعاريض تكون جزءا من لحن قوله اقرا عليكم من غيبه النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة من الصفحة الثالثة والأربعين بعد المئة إنه الباب العاشر الحديث الثاني بسنده بسند النعماني عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خبر تدريه خير من عشر المفروض ترويها جاء هنا من عشر ترويه خبر تدريه خير من عشر ترويه من عشر ترويها ان لكل حقيقه حقيقه ولكل صواب نورا ثم قال انا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن حتى يلحن له حتى يلحن له اللحن اسلوب فحينما يواجه الفقيه النص القرآنية النص المعصومية لا يصح أن يكون محكوما بالظهور العرفي وإنما يجب أن يكون محكوما بلحن القول القرآن له لحنه له اسلوبه هناك محكم ومتشابه وهناك وهناك له اسلوبه القران نزل كما يقول ائمتنا بلساني اياك اعني واسمعي يا جاره القران له لحنه والحديث له لحنه نحن لا نجد كلاما يشابه كلام القرآن لماذا؟ لأن لحن القرآن خاص به وكذاك الأمر مع حديث أهل البيت لهم لحنهم الخاص في حديثهم هكذا كل شاعر فهل المتنبي كالسياب مثلاً الشاعر السياب هل هو كالمتنبي؟ وهل شوقي احمد شوقي كأبي تمام مثلا؟ وهل امرؤ القيس كالبحتري؟ وهل, وهل وهل وهل؟ الشعراء كل شاعر له لحنه الذي يعبر عنه بالنفس الشعري كل شاعر له نفس شعري الذي يواصل دراسه شعر المتنبي مثلا ويكون متخصصا باشعاره انه يستطيع ان يعرف اشعاره بعد الممارسه الطويله حتى لو لم يذكر بان هذا البيت من شعر المتنبي يستطيع ان يميزه لانه يكون قد انسجم مع نفسه الشعري صار ملما بلحن قوله وهكذا نحن الذين ندمن قراءة القرآن اذا ما قال احد بان هذا النص من القران نشخصه حتى لو لم نحفظ نصوص القران لاننا لكثره ادماننا ولكثره قراءتنا للقران وتواصلنا مع القران ادركنا لحنه وقطعا ادراك اللحن له درجات اهتمام الانسان بالموضوع له مدخليه دقه الانسان في الفهم لها مدخليه شده الذكاء قوه الحافظه التواصل المستمر وهكذا لحن القول هو الذي يحكم الفقيه اللغه لا تحكم الفقيه انني اتحدث عن فقهاء العتره اللغه لا تحكم الفقيه اللغه وسيله عند الفقيه حينما اتحدث عن اللغه انني اتحدث عن اللغه التي في المعاجم في كتب اللغه والا فان الائمه يتكلمون بلغه العرب لكنني لا احكم على لغه الائمه بقواعد المعاجم متى اسست المعاجم ومتى اسس علم اللغه ولا احكم على الائمه بعلم النحو متى اسس علم النحو صحيح ان امير المؤمنين هو الذي اسس علم النحو ووضع القواعد والاسس الاولى وامر ابا الاسود الدؤلي ان يفرع عليها ولكن كم اضافت المدرسه البصريه وكم اضافت المدرسه الكوفيه وكم اضاف علماء النحو من الهراء الكثير في علم النحو كتب النحو مشحونه بالهراء فلن احكم على المعصوم كما انني لن احكم على القران بقواعد علم النحو التي جاءت بها المدرسه البصريه والمدرسه الكوفيه وفقا لبدوي قال هذا البيت نحن لا نعرفه وفي كثير من الاحيان علماء النحو هم الذين يفتعلون هذه الابيات لان اكثر الشواهد النحويه لا معنى لها ليس فيها من بلاغه ولا ذوق ادبي واضح انها مفتعله افتعلها علماء النحو او انهم دائما ينسبون الاشعار الى شاعر امي كالشاعر البدوي غيلان غيلان ذو الرمه اكثر الاشعار تنسب اليه لانه شاعر بدوي في الصحراء كان راعيا كان راعي جمال وما كان يحسن القراءه والكتابه ولذا فان اشعاره لم يكن قد وثقها وكتبها بقيت تتناقل على الالسنه فاخذها النحاه وحرفوا فيها ما حرفوا كي يجعلوا منها ادله هذا موضوع واسع فانا لا احكم بالقواعد النحويه مطلقا القواعد النحويه التي اصولها واسسها اخذت من علي احكم بها على حديثهم في اعراب حديثهم التي اخذت منهم اما هذا الهراء الذي اضافه علماء النحو عبر القرون هراء كثير لا معنى له واللغه كذلك معاجم اللغه فيها الكثير من التحريف لسان العرب مثلا فيه الكثير من التحريف وهكذا بقيه المعاجم انا لا اريد ان اسلط الضوء على كل صغيره وكبيره في سويعه في سويعات هذه موضوعات واسعه اعود الى حديث امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خبر تدريه خير من عشر من عشر ترويه في بعض النصوص خير من خبر ترويه. خبر تدريه خير من خبر ترويه. ان لكل حق حقيقة هذا الذي اقوله دائما من ان الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، تسمعون هذه الكلمه مني دائما هي هذه هذا مصدرها. ان لكل حق حقيقه ولكل صواب نورا. انا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له. فيعرف اللحن وفي نص اخر انا لا نعد الرجل من اصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول والمضمون واحد هذه كلماتهم وهذه احاديثهم وهذا هو لحن قولهم هم الذين يقولون في نهج البلاغة هذا عليهم هو الذي يقول نهج البلاغة الشريف والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الحادية والستين بعد المئتين الكلام المرقم بالرقم الثالث والثلاثين بعد المئتين أمير المؤمنين يقول ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان فلا يسعده القول إذا امتنع ولا يمهله النطق إذا اتسع الأمر ليس راجعا إلى اللسان بما هو هو هذا هو الذي يقوله أمير المؤمنين وإنما القضية عائدة إلى مضمون الإنسان، لأن الفصاحة والفهم ما هما في اللسان، وإنما هما في عقل الإنسان وقلبه. وإنما جعل اللسان كما يقول الشاعر على الفؤاد دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان. انه عضو من اعضاء بدنه قطعه من جسمه الا وان اللسان بضعه من الانسان فلا يسعده القول اذا امتنع اذا امتنع القول اذا ما اصيب الانسان بالعين لا يستطيع ان يفعل اللسان شيئا فلا يسعده القول اذا امتنع ولا يمهله النطق اذا اتسع اما اذا كان الانسان مفوها منطيقا وكان الكلام كلاما متسعا كما يقول امير المؤمنين فان اللسان لا يستطيع ان يوقف ذلك انما هو وسيله الا وان اللسان بضعه من الانسان ايقول هذا الكلام غير علي هذا الكلام دال على نفسه بنفسه هذا مصداق من مصادق لحن قوله هذا كلام علي لا يحتاج الى اسانيد ولا الى مصادر ولا الى اثباتات هذا كلام علي يثبت نفسه بنفسه من يقول هذا الكلام إلا علي صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان فلا يسعده القول إذا امتنع ولا يمهله النطق إذا اتسع وإنا 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 لأمراء الكلام وإنا لأمراء الكلام الأمراء عندهم دساتير الأمراء عندهم فرامين فرمانات كلمة فارسية ولكنها تستعمل في الثقافة العربية الأمراء عندهم فرمانات وإنا لأمراء الكلام وفينا 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 تنشبت عروقه ذهبت بعيدا وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه عروقه بواطنه وغصونه ظواهره جذور الفصاحه عندنا وغصون البلاغه على السنتنا ها هي الغصون تتهدل تهدلا وها هي العروق ثابته ونابته في اصولها هذا هو الذي يقوله سيد الاوصياء وانا لامراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه نحن نتعامل مع قوم هذا هو حاله ونتواصل مع حديث هؤلاء هم اباؤه اباء هذا الحديث هؤلاء هم الامراء هؤلاء امراء الكلام وساده البيان صلى الله عليه واله هو الذي يقول انا افصح من نطق بالضاد وهل يوجد افصح من محمد صلى الله عليه واله. وهذا قرانه بين ايدينا. وهذه اثار محمد التي هي هي اثار علي نلامسها وتلامسنا. هكذا نستطيع ان نتلمس لحن قولهم. صار واضحا لدينا، صار واضحا لدينا. هناك قرآن هو قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة. وهناك امتناع مطلق عن العمل بالظنون. وهناك امتناع مطلق عن العمل بالأسانيد والإعتماد عليها. إننا نعود إلى قاعدة المعلومات كي نتبين الحقائق كي نصل الى العلم وليس الى الظنون بطلان عمليه الاجتهاد التي ضحك بها الشيطان على علماء السنه وعلماء الشيعه فدمروا الدين وصنعوا لانفسهم دينا مسخا في سقيفه بني ساعده صنعوا دينهم المسخ وفي سقيفه بني طوسي صنعوا دينهم المسخ. انها المعاريض انها المعاريض لحن القول وكل ذلك في اجواء الفصاحه والبلاغه. علينا ان ندرك لحن قولهم وفي داخل لحن قولهم هناك تفاصيل المعاريض. وكل هذا محكوم بدستور فصاحتهم وبلاغتهم لا نعبأ بما يقول النحاة وما يقوله علماء البلاغة إن كانوا جاءوا بالبلاغة من عند أنفسهم أما إذا أخذوها منهم مثلما حدثتكم عن ابن نباتة المصري قبل قليل فما في العرض كما يقولون في الفلسفة يعود إلى ما بالذات راجع إليهم عباراتنا شتى شتى عباراتنا شتى وحسنك واحدٌ عباراتنا شتى وحسنك واحد حسن القرآن واحد وحسن حديثهم واحد وحسنهم حسن واحد عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل 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 إلى ذاك الجمال يشير نذهب إلى فاصل أضرب لكم مثالا من معارض قولهم وقد ذكرت لكم من مصادق المعارض المصطلحات من معارض قولهم ما بين الكتاب وحديث العترة في دائرة الأحاديث التفسيرية مثال هذا العنوان الصلاه مصداق من مصادق المصطلح المتحرك من معارض كلامهم من خصائص اقوالهم المصطلح المتحرك المصطلح هو هو لكنه يتحرك في دائره واسعه من المضامي في سوره الحج في الايه الاربعين بعد البسمله الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. صلوات جمع لصلاه الصلاه هنا محل العباده. عند اليهود وعند غيرهم يطلقون على مواضع العبادة من أنها صلاة فالصلاة مكان للعبادة وفي سورة المؤمنون والتي تأتي مباشرة بعد سورة الحج بحسب المصحف قد أفلح المؤمنون بعد البسملة مباشرة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون في صلاتهم في ولايتهم لعلي وآل علي وليس الحديث هنا عن الصلوات اليومية لانه سياتي في الايه التاسعه بعد البسمله والذين هم على صلواتهم يحافظون جاءت بصيغه الجمع قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم جاء الكلام هنا مفردا وفي كلمات امير المؤمنين في وصف الخاشعين انما هم شيعتنا المستوصرون هؤلاء هم الخاشعون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الصلاه هنا الولايه اما الصلوات اليوميه في سوره نفسها في الايه التاسعه بعد البسمله والذين هم على صلواتهم يحافظون إذن الصلاة محل عبادة والصلاة ولاية عليا والصلاة هي العبادة التي نؤديها يوميا وفي سورة الأحزاب في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة هو الذي يصلي عليكم علينا على المؤمنين اذا كنا منهم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما هذه صلاه الله وصلاه ملائكته على المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور الصلاه هنا فيض من الله ويختلف باختلاف الذي يصلى عليه لان الناس تختلف مراتبهم والفيض ياتي بحسب حاجه هذا الذي افيض عليه فلذا سيكون مناسبا له بحسبه الصلاه هنا تختلف في معناها عن معاني الصلاه التي مرت مر علينا من ان الصلاه محل عبادة محل صلاة الصلاة ولاية علي الصلاة هي المفروضة اليومية فيض من الله على عباده المؤمنين وفي السورة نفسها إن الله وملائكته يصلون على النبي قطعا هذه الصلاة تختلف عن الصلاه التي علينا التي مر ذكرها ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلاتنا نحن ايضا لها دلاله اخرى الايه تحمل معنين للصلاه هناك صلاه الله وصلاه ملائكته وقطعا صلاه الملائكه هي غير صلاه الله وصلاتنا ايضا على نبينا صلى الله عليه واله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مصطلح الصلاه مصطلح متحرك المصطلح المتحرك هو من جمله المعاريض الواضحه في كلامهم. علينا ان نفهم دلاله المصطلحات المتحركه ان نشخص المصطلحات المتحركه مصطلح المساجد ما بين القرآن والاحاديث التفسيريه المساجد هي المساجد هي أماكن الصلاة والعبادة والمساجد هي مواضع السجود والمساجد في ثقافة العترة عنوان للأئمة المعصومين في أحاديثهم ورواياتهم هذا مثال من أمثلة معارض كلامهم ما يقولونه من أن الآية يكون أولها في شيء الحديث عن آيات القرآن من أن الآية يكون أولها في شيء وأوسطها في شيء في شيء آخر وآخرها في شيء فأين وحدة السياق إذن هذا هو الذي ذكرته لكم قبل قليل من ان الظهور العرفيه نعمل به ولكن لا يكون حاكما على كلامهم من ان وحده السياق نعمل بها ولكن لن تكون حاكمه على قرانهم وحديثهم من ان القرائن الحاليه والمقاليه نعمل بها وكذلك المجازات وكذلك المترادفات وكذلك الكنايات والاستعارات انني لا اتحدث عن كل انواع الاستعارات هناك اشياء ابتدعها علماء البلاغه الذين حولوا علم البلاغه الى علم كلام علم البلاغه الذي يدرس الان في المدارس الدينيه السنيه او الشيعيه هو عباره عن علم كلام لا علاقه له بالروح الادبيه للغه العرب قطعا هناك فيه من الاشياء التي ترتبط بروح الادب العربي فحينما اتحدث عن الاستعارات والكنايات والمجازات الى غير ذلك انني اتحدث عن الجهة التي خرجت من روح الادب العربي ورجعت اليه، اما هراء علماء البلاغة الذين اساسا هم ليسوا عربا لا يدركون روح اللغة، هم علماء في اللغة، هم علماء في البلاغة لكنهم لا يستطيعون ان يتحسسوا روح الادب العربي كما يتحسسها الذي لغته الام وادبه الاصل هو الادب العربي فارق بين الاثنين الموضوع فيه تفصيل كثير وفيه كلام كثير لكن الامر يبقى محكوما بهذه القواعد هذه القواعد هي التي تشكل البناء الهندسي الذي حفظ الائمه فيه حديثهم وتفسير قرانهم وحفظوا دينهم من خلال المنظومه الهندسيه التي اشتملت على ان جعلوا برنامجهم ابين من الشمس للذي يبحث عنه هو الذي يقول له اقبل الي اعدادهم للرجال واعدادهم لساحه العمل الى بقيه التفاصيل التي مرت الاشاره اليها كل هذا يشكل أجزاء واضحة لبرنامج هندسة العترة لحفظ الدين ماذا فعلت الحوزة الطوسية وماذا فعلت المرجعية الطوسية دمرت كل هذا هؤلاء لا يفقهون هذه الحقائق لأنهم لا يعرفون تفسير القرآن وفقا للعترة الطاهرة لأنهم لا يقرؤون حديث أهل البيت ولا يدركون حقائق مضامينه من خلال قواعد التفهيم التي وضعها لنا ائمتنا في طوايا حديثهم كل هذا ليس موجودا في الدراسه الحوزويه ولا يخطر في بالهم انهم يسيرون في مكان اخر اذا كان في الامثال الشعبيه العراقيه يقولون هذا يخوط بصف الاستكان الاستكان الاستقان لفظه مغوليه تطلق على قدح معين يعرف في ايران وفي العراق وفي سوريا ايضا في بلاد الشام وفي دول الخليج يصب فيه الشاي حينما يطبخ الشاي الاسود يوضع في الاستقانات هذه ويوضع معه السكر وهناك الملاعق الصغيرة التي يحرك بها السكر هذا اللي يخوط بصف الاستكان إنه يحرك الملعقة بجانب قدح الشاي السكر لا يذوب لن يصبح الشاي حلوا وحينئذ لن يتحقق شيئا من الذي يريده ذولا مو يخوطون بصف الاستكان ذولا الاستكان وين موجود؟ في الضفه الثانيه من المحيط الاطلسي وهم قاعدين في الضفه البعيدة عن تلك الضفة ويحركون الملعقة هنا الاستكان في الجهة الثانية من المحيط الاطلسي هؤلاء لا يفقهون شيئا من دين العترة يضحكون عليكم تسمونهم علماء ولا علم لهم ربما يكون عندهم علم باشياء يتحدثون بها للناس لكن هذا ما هو بعلم الدين ولا هو بعلم العترة الطاهرة ولا هو بعلم القرآن يعرفون أشياء لا علاقة لها بعلم القرآن وعلم العترة الطاهرة وأعتقد أن الذي يتابع برامجي يستطيع أن يشخص هذا الأمر لأنني أحدثكم من علم القرآن ومن علم العترة الطاهرة فقارنوا بين هذا الذي تسمعونه عبر هذه الشاشه وبين الذي تدرسونه وبين الذي تقرؤونه وبين الذي تسمعونه قارنوا ستجدون فارقا كبيرا وستجدون قلوبكم اميل الى هذا الذي يطرح عبر هذه الشاشه ولكنكم تعاندون الحق وتعاندون الحقيقه الى متى ستبقون هكذا تلك هي مشكلتكم بهذا تمت ثلاثون حلقه هذه الحلقات الثلاثون بينت لكم فيها الخطوط الاجماليه للجريمه الكبرى التي ارتكبها المذهب الطوسي عبر المراجع الطوسيين بحق دين العتره الطاهره تحريف الدين وتزييف العقيده وتدمير برنامج العتره الطاهره هم لا يستطيعون تدميره هم دمروا انفسهم لكنهم وضعوا الحواجز فيما بين برنامج العتره الذي هو هندستهم لحفظ الدين، وضعوا الحواجز فيما بينهم وبين البرنامج. فيما بينهم وبين تلاميذهم وبين البرنامج. فيما بين الشيعه وبين البرنامج، مثلما وصفهم الائمه بانهم قطاع طرق. قطعوا الطريق فيما بين الشيعه وبين برنامج ائمتهم قطعوا الطريقه فيما بين الشيعه وبين التواصل مع امام زمانهم هذا هو الذي فعله مراجع الشيعه وجعلوا انفسهم بديلا عن امام زماننا وشددوا على ربط الناس بهم وعلموا الناس على هذا ولذا فان الناس لا يعبؤون كثيرا لو سمعوا من ان دين العتره هو غير دين مراجع النجف وكربلاء، لانهم قد الغوا الدين الاصيل من داخلهم ووضعوا دينا بديلا لانهم قد الغوا الامام الاصيل من داخلهم ووضعوا اماما بديلا انه المرجع. ألا لعنة الله على دين مراجع النجف وكربلاء ألا لعنة الله على أفعالهم وأقوالهم وفتاواهم هذه جريمتهم الكبرى بحق دين العترة الطاهرة